معانا على الزوم الدكتور محمد المهدي، استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر. يا دكتور اهلا بحضرتك. أهلا أستاذة إيمان. الاول بس خلينا نقول، يعني هل بالفعل انه حد ممكن يتضايق من كلام الناس او حد يتنمر على شكله مهما كان شكله كويس جدا وحلو جدا وزي الفل؟ دي صوره البنت مع خليني اشوف هنا يا مصطفى، مع والدها والدتها، يا رب ربنا يصبرهم يا رب، ده يعني كارثة وابتلاء كبير قوي قوي قوي. بنت زي الفل، ايا كان الشخص ممكن يبقى شكله كويس ما فيهوش اي مشكلة، لكن كلمة سخيفة، كلمة وحشة فيها تريقة او فيها اهانة من اي شخص تاني او من زمايله لو كان في فترة المراهقة، ممكن تخلي الواحد فعلا يعني زي ما شفنا كده او زي ما سمعنا انه توقف القلب او يحصل له مشكلة تودي بحياته كلها. أو في حاجة اسمها جملة القلب المكسور، البروكن هارت سيندروم. دي ممكن مع أي موقف أو ضغط أو أي كلمة أو حدث مؤلم ممكن يؤدي إلى اضطراب في وظائف القلب، ممكن يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات. هو الحقيقة ما بتبقاش الكلمة دي بس، هو الكلمة بتؤثر إلى هذه الدرجة الشديدة لما تكون البنت تعرضت برضو ل إساءات متكررة لفظية أو جسدية في مواقف أخرى، ربما في البيت، ربما في المدرسة، فتتراكم هذه الإساءات وتؤدي إلى هذه النتيجة المأساوية، ربنا يرحمها ويصبر أهلها. يا رب. وزي ما حضرتك قلتي حاجة مهمة جدا، إنه المراهقين والمراهقات بيكونوا حساسين جدا لكلمات النقد أو التوبيخ أو التنمر عليهم، وبالذات ان هم يعني اساءوا اليها او يعني تنمروا عليها في حاجتين، في شكلها اللي هبصي شكلك ده عامل ازاي، وتنمروا عليها في مستوى الاجتماع انها مش في مستواهم، وده جارح جدا بالنسبه لاي بنت. وبالمناسبه يعني تعليقا على الكلام الجميل اللي حضرتك قلتيه والمهم، انه التنمر ده ممكن يؤدي الى الانتحار، ممكن يؤدي الى القتل. يعني أول ما اتعرف يعني مفهوم التنمر، لما بدأوا يبحثوا في المراهقين اللي في أمريكا اللي كانوا بيفتحوا النار على زمايلهم، يموتوا عدد كبير في المدرسة بدون أي سبب واضح، فوجدوا إن 50% منهم تعرضوا للتنمر، وكانت النتيجة إن هو يتحول إلى مجرم. في حد تاني مش هيتحول إلى مجرم بس هيتحول إلى ضحية، ومش بالضروره برضو ان يوصل امر القتل وانتحار، لا ده ممكن بقى يحصل في صور اخرى يعني اقل ظهورا، يعني ممكن حد يصاب باكتئاب، حد يصاب بقلق، حد يصاب حضرتك قصدك انه بتدهور دراسي. التنمر كمان او مضايقه الشخص وخاصه في مرحله الطفوله او المراهقه بيخليه هو كمان قلبه قاسي، يعني هو بيبقى فيه قسوه. القسوه بقى دي ليها اشكال كتير، من بدايه من القسوه العاديه وصولا الى زي ما حضرتك قلت ان هو ممكن يتحول الى مجرم. بالظبط كده، بالظبط. من يعني علشان خطورة هذا السلوك في العالم كله بدأ الاهتمام بيه جدا، لأنه طلع إنه في ربع مليار طفل تعرضوا للتنمر، وحوالي 70% من الأطفال في سن المدارس تعرضوا للتنمر، والنسب يعني مختلفة حسب المرحلة العمرية، لكن في ناس كتير بيتعرضوا للتنمر، انا والكبار بس والناس عايز في افهم أماكن العمل. عايز افهم يا دكتور، ليه دايما المرحله العمريه دي اللي هو فتره اول ما الولاد يبتدوا يدخلوا في فتره المراهقه اللي هو 12 13 سنه، ليه بيبقى عندهم اصلا، يعني حتى لو هم كانوا طيبين وهم اصغر، ليه بيكون عندهم دايما يعني المشكله دي ان هم عايزين يتنمروا؟ لان انت عندك مشكلتين بتتعامل معاهم، المتنمر والمتنمر عليه، يعني انت عندك نعم اتنين، الاتنين محتاجين يتعالجوا. فالشخص نعم اللي بطبيعته عايز يتنمر ده ايه مشكلته وليه بيحصل له كده في المرحلة العمرية دي بالتحديد؟ انت عارفه ان مرحله المراهقه مرحله تمرد، ومرحله يعني خروج عن المألوف، ومرحله محاوله اثبات للذات والاستقلاليه والحاجات دي كلها. فالمتنمر السيكولوجيه بتاعته ان هو مفتقد للثقه بذاته، وتعرض لضغوط، إساءات أو استباحات في المنزل أو في الشارع أو في المدرسة.
فبالتالي علشان يثبت وجوده ويثبت لنفسه انه ليس ضحيه وليس ضعيفا، فيقوم يشوف حد اضعف منه ويخرج هذه الشحنه من الغضب ومن الاحباط ومن الرغبه في الانتقام في الضحيه. وعشان كده زي ما حضرتك قلتي انه المتنمر نفسه عنده مشكله، مش يعني احنا لما نيجي نفكر نعالج مش هنعالج بس المتنمر عليه، لكن هنعالج كمان المتنمر. صحيح. فبيشوف حد ضعيف ويطلع فيه هذه الطاقه. الضعيف بيعاني، ممكن الضعيف ده لما يتم التنمر عليه يحاول ان هو يتنمر على حد اضعف منه، اخوه الصغير، زميله الاضعف، وهكذا. فبندخل في دايره جهنميه صعبه جدا من التنمر والتنمر المتتاليه، زي المتتاليه او زي الاواني المستفرقه. ايه اللي الواحد ممكن يعمله، سواء بقى مع كان طفل، كان مراهق، كان حد كبير كمان، لانه التنمر ملوش سن، يعني المتنمرين ملهمش اعمار. ازاي الواحد ممكن يبقى عنده الدفاع النفسي ده، او يعني جهاز دفاعي كده ذاتي علشان التعامل مع المتنمرين؟ الثقة بالنفس، ودي بتزرعها الأسرة في أولادها وبناتها، إن هم يحسسوا الابن أو البنت إنه إنسان وله كرامة وذات قيمة وإنه حاجة مهمة. ولما ده بيتزرع جواه ممكن يتعرض للتنمر، لكن لا يصل التأثير إلى إنه يبقى جرح نافذ أو جرح قاتل بالشكل اللي إحنا شفناه أو بنشوفه. نعم. فالكثير قوي من ضحايا التنمر اللي تأثروا تأثر شديد كانوا يعني مكسورين قبل كده في جو الأسرة أو في المجتمع الصغير بتاعهم الأساسي. فلما بيجي بقى التنمر الخارجي فبيعلم علامة كبيرة جدا ويؤدي إلى يعني تأثير شديد. والدراسات اللي اتعملت لقت إنه مصادر التنمر الأساسية من الكبار، يعني الكبار هم اللي بدأوا التنمر. يعني في بيوت كتيرة وفي أسر كتيرة يتريقوا زي ما حضرتك قلتي كده على الولد أو على البنت في طريقة لبسه، في طريقة كلامه، في شكلها، في لبسها، في أي حاجة من دي، وبيضحكوا فاكرين إن الحكاية كده. وللأسف الشديد إحنا برضو طبيعة الشعب المصري إنه بيحب يضحك ويتريق وينكت ويعمل الحاجات دي كلها. طلع إن الحاجات دي مش بسيطة، لما بالظبط، حد لأنها ساعات بيوجهها بتتحول لحد لأذى. هتتحول لأذى شديد. والطفل اللي تم التنمر عليه في البيت هيروح يتنمر على حد في المدرسة. فوجدوا إن مصادر التنمر من الكبار، عشان كده احنا لما نيجي نواجه التنمر نواجهه من البداية من صحيح. البذور بتاعته. الكبار نعم. هم اللي حطوا يعني بذور التنمر في وخلوه شيء عادي. الأطفال. نعم. بشكرك دكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر.